إلى الثالثة صباحا وخمسة وثلاثون دقيقة حسب التوقيت المحلي، وقد حدث بين الطائرة على أرضية مطار إسطنبول تشرق. حضرت الوزير لأمنكم وسلامتكم، نطلب منكم البقاء جالسين على الأحزمة الأمنية المربوطة، وهذا حتى توقف الدوام للطائرة وإجراء أولى تعليمات الأمن. قبل نزولكم تحققوا من عدم نسيان أي شيء مما يخصكم على متنهم. هذا وأمل قائد الطائرة سيد خشبة وطاقمها أنكم قد استمتعتم بهذه الرحلة، نشكركم وإلى اللقاء. Nous venons de nous poser sur l'aérodrome d'Istanbul à Tadjurk. Madame, messieurs, pour votre sécurité, nous vous demandons de rester à ces ceintures de sécurité attachées, et ce jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil d'extinction de la première consigne de sécurité. Avant de nous quitter sur un avion, n'oubliez pas qu'il soit personnel. Le commandant Monsieur Shiba et son équipage vous espère satisfait de ce voyage. Je vous remercie. Au revoir. Thank you.
كما راكم تشوفوا هنايا لحقنا وين نختموا جوازات السفر. ولا خفتوا تتلف لكم ولا ابقوا تبعوا غير اللي جاوا معاكم في الفول في الطياره، ابقوا تبعوا فيهم حتى يلحقوا لهذا المكان باش ما تتلف لكمش. فوالا هنايا بعد ما ختمت جواز السفر ديالي نروح باش نريكيبيري الباجاج، نخلي هذيك وين ختمت جواز السفر نخليهم ورايا ونكمل تو دووا كيما نوري لكم باش يقابلونا هذوك الكراسة تاع سانداليجي اللي توجور نفيلميهم لكم، هذوك الكراسة الحمورة. والباجاج يكون ماشي يكون اغوش، تروحوا كيما راني نفيلمي دوكا تروحوا اغوش. كما قلت لكم بعد ما نختموا جوازات السفر نروحوا نريكيبيريو الباجاج، وباش ما تتلف لكمش في الارض في لايغوبور دايرين لي فلاش باش تبعوهم، ومن الفوق ندير لكم لي بلاك، يتسمى الا ما شفتوش في الارض تشوفوا لي بلاك في السماء، هكذا باش تكملوا ديريكتومون باش وين تروحوا تريكيبيريو الباجاج تاعكم. كما قلت لكم هنا درت لكم جوله خفيفه في المطار تاع اتاتورك. عملي فلاش هم يبانو هنايا جايين بالحمر، هكذا يدوكم ديريكتومون وين الباجاج. احنا هنايا الباجاج جانا في هاي لك في نيميرو 3 اللي هي كات نيميرو 3، وجا تاع الفول تاع الجزائر تاع الجي مع تاع كونستانتين. ريكيبيرينا الباجاج تاعنا تمتم، وتمتم تريكيبيريوه ماشي كيما في الجزائر يطولوا. هنايا تمتم نتوما ما تجيو تلحقوا تلقاو الباجاج تاعكم يدور، والله ما جاميك شغل سنينا بزاف جامي سنينا بزاف. تمتم يلحق الباجاج نروحو فوالا. من بعد كل واحد واش يحب، كاين اللي يحب يخرج برا يشد لي تاكسي، كاين اللي يحب ياخد المترو، كل واحد واش يحب. هابلك الفول تاع الجي معك فوالا. هنايا كما راكم تشوفوا انا خارجين هايليك مكتوب خروج تشيكيش من هنايا. كاين لي يلقاو عباد يستناو فيهم كيما حنا هنايا كانوا يستناو فينا، وكاين لي يتبعو لي فلاش تاع المترو، كاين لي يروحو يشدو لي طاكسي، كل واحد كيفاش. فوالا انا باش ما نكذبش عليكم في حياتي ولا رحت بالمترو للمكان اللي راني رايحه ليه دائما يجي يستناونا هنايا. فوالا وعمري ما رحت الفندق اللي سقسيني على الفنادق، ما عنديش تجربه مع الفنادق في اسطنبول، نروح للبيت. وحاجه واحده اخرى راح تكتشفوها في فيديوهات ثانيه ان شاء الله، ونتمنى نتمنى نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا لي اشتراك ودعموني في قناتي، وما تنساوش لايك لهذا الفيديو باش تخليني نزيد نصور لكم المناطق اللي نروح لهم في اسطنبول. وهذا مكان اتهلاو فيه روحكم بزاف بزاف. هنا الوجهه تاعنا راهي للباركينغ، ومن هنايا خرجنا على طريق لي تاكسي. شوفوا وين يقارو لي تاكسي، هنا كاين يقارو، من بعد دخلنا للباركينغ. هنا وصلنا للسياره ورانا رايحين للبيت، ونتلاقاو كما سبقت قلت لكم في فيديو الثانيه وموضوع ثاني. وما تنساوش تخليوا لي الاقتراحات تاعكم، التعليقات تاعكم الايجابيه، نتمنى تكون ايجابيه اكثر من سلبيه، وبقوا على خير. هذا الفيديو طلبتوه مني وصورته لكم بكل حب، نحبكم بزاف بزاف وتهلاو في روحكم، ان شاء الله يعجبكم.